مرحبا بكم اخوتي، مرحبا. كنحيي كل الاصدقاء الكرام، تبارك الله عليكم اخوتي. طلبي منك يا اخي المشاهد، الا كان في قلبك واحد النصيب ديال الايمان، بارطاجي لنا الفيديو خوتي وحبابي. كيف ما كتشاهدوا، هذا واحد الغزال مسكين، ها هو خونا مواطن مغربي، ها انت مغربي مسكين، ها هو مغربي. وهذا السيد كيف ما كتشاهدوا اخوتي، راه بالموافقه ديالو بما انا كنصوروا، ها هو يعني سمح لي، قال لي ولد الحومه ديالي. هذا السيد هذا ولد الحومه ديالي، انا خلق وتربي في حي المناكب، وهو ولد حي المناكب. هو كيسكن في الدرب الوكيلي، وانا درب العمود، يعني حومه وحده. هذا الغزال هذا اخوتي راه والله يا اخي، وتشوف الحاله ديالو والله حتى تبكي. ولكن كنتمنى من المشاهد الحبيب، كنتمنى منكم اخوتي تبارطاجيو الفيديو، على الله وعسى هذا السيد يلقى شي ناس اصحاب القلوب الرحيمه ويتفاعلوا معاه. ما نقول لكم لا صيفطولي لا والو، السيد بينكم معاه ونصور لكم البطاقه ديالو. السيد كيسكن في مدينه القصر الكبير، حي المناكب، حدا المحطه ديال القطار بالذات بالضبط. مرحبا بكم حدا الحمام ديال بوم ابراهيم. بغيناكم تفاعلوا مع هذا السيد. هذا السيد الله يحفظك، شكرا، جزاك الله خير. بسم الله بسم الله بسم الله، الله الله. فهمتوا الاخوان، دابا نمشيو عند السيد وتشوفوا الحاله كيف دايره، وتشوف يا اخي الاجير مسكين والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله والله، وتشوف هذه الحاله وما يبقاش فيك، عرف قلبك اخا يشوف شنو فيه. هادشي اللي غنقول لك قسما بالله، كلام من القلب، والله عز وجل يسمع ويرى. ولهذا دابا نمشيو، الله يتقبل. صليت الظهر في الجامع ديال الحسن الثاني، الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. انا خارج من الباب وشتو مسكين تما، شحال طيح دابا السيد، شحال طيح مسكين، طيح 1000 فرانك، طيح 20 درهم، طيح 100 درهم، شحال دير له السيد؟ رجلو وصاحبي رجلو في، والله العظيم قسما بالله مسكين. دائما كنقول خصني نعمل معاه شي فيديو، خصني نعمل معاه شي فيديو، خصني نعمل، ولكن جاء الوقت اللي نعمل معاه الفيديو وهنكشكش انايا، هنكشكش يا بلا من. خويا الحسين الله يحفظك اخويا، تهلاونا فيه اخي، تهلاونا فيه. انا يا اخي الحبيب، يا اخي المشاهد، انا شو رجيله، شوف شو المسكينه، شوف شوف شو دري وجه الله، شوف 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 مسكين وصابر، شوف غتشوف. علاش انا قلت لك بارطاجي لي الفيديو، بارطاجي لي الفيديو، على الله وعسى خويا الحبيب لقاو لي تفاعلنا مع هذا السيد. شوف هذا السيد مسكين، شحال انت من عام اخي الحسين هيدا؟ شحال انا من عام؟ شحال من عام؟ قلنا شحال من عام، جاوبني على السؤال، شحال من عام وانت هيدا؟ انا كثار، وانا هكا شحال من عام؟ عام كثار من عام، كثار من عام، كثار من عام اخوتي. هو خونا الحسين مسكين في هذه الحاله، والو حتى شي قلب رحيم ما شاف الحاله هذه، والو صاحبي. الله 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 خويا مصطفى، حنا بغينا الحال اخويا، والله العظيم تيبقى فيك هذا السيد صاحبي، والله اخوتي. وتسمعوا يعني الكلام ديالو، القصه ديال هذا الرجل ديالو، وقال لي لا بغا نضرب بلاتي الحسين، بس حنا مزروبين جهه، اصبر بلاتي. والله ان شاء الله انا عندي يقين بان الله عز وجل يجيب فتح على يدي وترتاح ان شاء الله. نقول لك قسما بالله اخي الحسين، فيما كندوز عليك اخويا كنقول شو مسكين الحسين، ولد الحومه ديالي، وشوف بوبري على حالك دايره. تفجج يا اخي المشاهد، بلاص كنطلب منك تبارطاجي لي الفيديو، الا كنتي مسلم خلي حيد هذاك المرض منك، بارطاجي لي الفيديو. بغينا هاد السيد يعملوا معاه شي حل. وهاد السيد انا عطيتكم العنوان ديالو، هاد السيد كيسكن في حي المناكب، بالضبط حدا الحمام بوم ابراهيم، حدا المحطات القطار القصر الكبير. اجي يا صاحبي كرمك الله بالمال، اجي يا صاحبي شوف هاد الحاله هادي، قلب الكاميرا بارطاجيو لنا الفيديو، الله يرضى عليكم. ها انتم اخوتي، شوف رجيله مسكينه، شوف شوف ها انت، شو الحالة؟ قلبها قلبها خويا الحسين، ها إذا تفجج. أنا خويا الحبيب شاهد. يلا دابا نمشيو عنده ويحكي لنا القصة هاد الحالة هادي، شنو السبب؟ أجي خويا الحسين، أنت مسامح باش نصورك ياك؟ أييه ها؟ أييه. في الأول شنو قلت لك أنا؟ قلت لك واش يمكن لي نصورك؟ شنو قلت لي؟ قلت لك إياه. ها؟ قلت لك إياه. قلت لي أنا السعيد تنشرني ويجيو خوتي يتفاعلوا معايا ياك؟ أييه. ها إذا باش نكونوا واضحين. قلنا خويا شنو السبب هاد الرجيلة مسكينة؟ شنو السبب ديال اخويا؟ السيمة تعدات عليه. شنو اخويا مالك؟ السيمة تعدات عليه. اها السيمة تعدات عليك؟ كيف زعما السيمة تعدات عليك؟ السيمة كندخل السيمة مني، هذه الصندالة، هذه الصندالة اللي كنلبس هي، هذه حتى الصندالة. كنتي كتخدم وكتلبس هاد الصنديلة؟ الصنديلة اللي كنلبس. الله الله. كنتي خدام مع شي واحد ياك؟ قلتي لي من اللي مرضتي شنو قال لك هذاك السيد؟
شنو قال لك اخويا داك السيد اللي كنتي خدام معاه ملي مرضتي شنو قال لك؟ قال لك مرضتي سير مرض في الدار ديالكم. الله اكبر، قال لك سير مرض في الدار ديالكم. اييه مسكين. الله اكبر الله اكبر. دابا هاد الناس اللي كيدوروا معاك، الناس كيدوروا معاك فين كتكون هيدا جالس دابا هنايا كيدوروا معاك الناس. اييه هذاك الفلوس اش كدير بها؟ كناكلها كنمشي نعاون فيها راسي. اش غندير به؟ كنعاون بها راسي. علاش ما تمشيش تداوي بها راسك؟ وشحال غادي يعطوني؟ نعم شحال غادي يعطوني اخويا؟ نعم شحال كيعطيوك؟ كيعطوني من راس سبعيات من راس زود رباعات من راس. الله اكبر. واش فهمتوها اخوتي شنو قال لكم؟ قلت له يعني الناس اللي كيدوروا معاك المحسنين هذاك الفلوس كدير بها؟ قال لك بحرا بانه يعني كيتكافى معاك كرشو باش ياكل مسكين. قلت له يعني هذاك الفلوس خصك تداوى بها؟ قال لك يعطيوه جوج رباعات درهم ريال شحال يعطيوه مسكين؟ شوف شوف شو الحاله، شوف هات شو هالحاله. الله اكبر، الله على الانسانيه. الله ماتت قلوب الناس، والله العظيم ماتت. انا اللي ما عجبتنيش قال لك السيد الله يحفظك السي علال، اللي ما عجبنيش قال لك السيد اللي كان خدام معاه قال له مرضتي سير للدار ديالكم. الله الله، ولكن ربي ما يضيعكش. الله، ودابا اش كطلب دابا في هذا النقل هذا؟ عندك خوتك دابا كيشاهدوا كيشاهدوا دابا، اش كتقول لهم؟ اش كطلب دابا؟ انا هالبطاقه ديالي وكلشي ديالي. اش كطلب؟ اش كطلب؟ اي ما يبغاو يدوني الطبيب، يدوني بغاو يعاونوني يعاونوني. الله 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 الله. اخوتي كيف ما قال واحد السيد مسكين دابا، قالنا هاد السيد هذا، هاد السي الحسين المسكين، قال لك لو تشدوا ها شدوا وسيبوا في اوروبا، شدوا وسيبوا. انا ماشي يعني كنشجع الناس في اوروبا ولا، ربي قال لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن يعني من الجانب الانسانيه خلينا الجانب الديني. اش قال واحد السيد؟ قال لك دابا هاد السيد هذا والله شديتيه ولحتيه ها شدوا ولوحوا في اوروبا، قال لك يعضوه بسنانهم. واش هذا الكلام صحيح ولا كلام صحيح؟ هذا طبعا طبعا، هذوك الناس كيعرفوا القيمه الانسانيه. دابا هاد السيد اخوتي شنو بغينا ندوي معاه شي حل؟ بغينا ندوي معاه شي حل. الله يشافيه ويشوف حاله. امين امين. الله العظيم شوف شوف رجيله الحبيبه، شوف شوف مسكين، شوف شوف. الله الله الله، باز اخي زعما حتى شي واحد ما شاف هذه الحاله هنايا. باز اخي باز باز اخي، اذهب به الى المستشفى الان اذا كنت مسلم، لكن علم اسرائيل كيف تخدعون. ما كتمشي للطبيب اخويا؟ اش قالوا لك؟ ما مشيتش للطبيب؟ قال لي لا، عندك عندك في العرق مبوشي كيجري عليا. شنو قال لك سيدي الطبيب؟ شنو قال لك؟ ها بلاتي بلاتي شويه اسمعني سيدي الطبيب، شنو قال لك سيدي الطبيب اللي مشيتي عنده؟ قال لك ترتاح رجليك وبغيت تولي كيما ولي، ما بغيتيش تخدم. لا كيما قلت دابا ملي كتمشي للطبيب اش كيقولوا لك؟ كيجريو عليا الطبيب، هي هو اللي التصويرات ديال الطبيب هادي. كيمشي الطبيب كيجريو عليه. الله اكبر الله اكبر. دابا اش كطلب اخويا الحسين من هادشي؟ اش كطلب دابا؟ بغيت الدواء، الدواء هاد الرجيله، الا ارتحت لي هاد الرجيله راه ندير صداقه. الله اكبر، راه ندير صداقه. الا ارتحت لي هاد الرجيله راه ندير صداقه. الله الله الله. ووحده قالت لي جيب الورق ديالك، جمع الورق ديالك ونقطع لك على حد الركبه. تقطع تقطع لك؟ قالت لك تقطع على حد الركبه. قلت لها اجي. وقلتي عندك شي جمعيه تما؟ ماشي جمعيه. عندي الجمعيه. هذيك الجمعيه مالها مسكينه؟ هذه الجمعيه ديال الطحين وصافي الزيت والسكر. دائما كيعطيوك الزيت والسكر دائما؟ انا من رمضان رمضان. ها؟ من رمضان من رمضان. حنا نبقاو ناكلوا تا رمضان رمضان. تا رمضان. مزيان، دابا انت صايم دابا وقيلا. اي. تا رمضان هات فطار. تا رمضان. دابا هذه الجمعيه تا رمضان رمضان هذا كتعاون معاك؟ تتعاون معايا. واخا من هنا الجمعيه سيدي كنقول لهم جزاكم الله خير، بما كيتعاونوا معك في رمضان هذاك الشهيوار مزيان مزيان. والاخوان حتى ما نطولوش عليكم اخوتي، كنتمنوا يعني شي اصحاب القلوب الرحيمه يتفاعلوا مع هذا السيد هذا. نعم يعني ولو شي ناس يعني اللي مسؤولين في هذا القطاع هذا يعني ما بالوش، حنا نطلبوا يد المساعده من ولاد الشعب. وهذا السيد راه حنا قلنا لكم العنوان ديالو. اذهب به الى المقبره، فالمقبره ارحم من المستشفيات. اخوان ها البطاقه ديالو كيف ما كتشهدوها هي انت، اللي بغى يجي لعندو ها هي البطاقه، بغيت نحطوها في الارض باش تبان مزيان. ها البطاقه الاخوان، هنا نقلبها. سبحان الله شي ناس فيهم الرحمه، الخير ما كيخطاش في الامه، الخير ما كيخطاش. يا العنوان
وبغينا الاصدقاء يتعاونوا معايا. اللي ما لقى والو باش ما يدير يبارطاجي لنا الفيديو، الله وعسى يلقى هذا السيد المسكين اللي يتعاون معاه. انتوا كتشوفوا الحاله، ها الحاله مسكينه، ها الحاله. هاك اخويا الحسين، ها البطاقه ديالك، هاك اخويا. ولا نقول لك انا الله يشافيك اخي، الله يشافيك، الله ينضر من الحال. الله يعطيك. ها الصباط ديالو مسكينه، ها الصباط ديالو، ها الصباط ديالو. والكلمه اللي ألمتني كيف ما ذكر كيدير لي الصباط، طرافه هما اللي كيديروا لي الصباط. ساكن اجزيهم الله. واه الصنداله اللي كلبسنا خدنا خدنا، ها هي الصنداله، صوت ها الصنداله، ها الصنداله اللي كلبس كنمشي فيها بالحفا. الله فوت الرمله، الله الله الله. كيف ما ذكر خي عمر فوت السيما شو ذكرنا، قال لك النهار اللي طيح ما يعقل عليك حتى حد في هذه البلاد. نعم اخويا، ايوا شراه الطوموبيل واللي مور الدار ديالنا اللي كنت تخدم معاه. وحنا شكون هو مسكين؟ الله يهديه، الله يهديه مسكين، الله يهديه، الله يهديه. كيف ما ذكرنا الاخ عمر، نعم نهار اللي طيح ما يعقل عليك حتى واش واحد الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. كيف ما قال هو السيد الحسين، قال لك السيد اللي كان خدام معاه النهار اللي مرض قال له سير للدار ديالكم ومرض. الله اكبر، الله اكبر. والاخوان من بلا ما نطول يعني نطولوا عليكم الحديث كفايه، ها الحاله انتم كتشاهدوا، ها انت كل شيء واضح وباين. ها انت هاد السيد مسكين مالو، هاد السيد يبقى هيدا. شوف السيد تبارك الله كان صحيح صح، السيد كان تبارك الله صحيح صح، ولكن كنقولوا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. والله العظيم غير النساء، النساء كيتعاونوا معاه. النساء هاد دابا واحد السيده مسكينه طرفو 50 درهم صح، النساء عرفتي وحده في باب الجامع تهلات فيك وصورت له البطاقة ياك، ديك السيدة مسكينة باب الجامع شتا كتعاون معاك ياك. لا حول الله. يلا إخوان تبارك الله عليكم، قول شي كلمة يعني الناس اللي كيشاهدوك، قول لهم تكلم معاهم. بغيت الدواء خويا، بغيت الدواء. إلا داويت، إلا داويت راه ندير صدقة صعيب. الله 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 الله، ما خصنيش يقطعوا لي رجلي. الله الله. ما إلا مشيت، إلا مشيت للطبيب راه غادي يقطعوها لي مرة. بغيت الدواء. زيد تكلم اخوي الحسين. والله اخويا والله والله الا الوالده توفات لي ماتت، الوالد ما بقاش كيشوف. ودابا انا خويا انا اللي درتو معايا انا موجود. بغيت تدوني الطبيب دوني، بغيت اخويا عمر. هذا هو المشكل، راه ما عندوش الرقم ديال التليفون، هذا هو المشكل، ما عندوش الرقم ديال التليفون، هذا هو الاشكال. هو هذا التليفون ديالك فين هو؟ ما عنديش انا الدرب الوكيلي راه حدا. وانا صورت له البطاقه، قلنا له فين كيسكن؟ الناكب، في الناكب. انا عارف، عارف الحومه ديالي. مرات عروسي، مرات عروسي هي توريك الدار. عمتي 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 هذيك هي توريك الدار. انا ما عرفكش. انا قلت لكم الاخوان، انا صيفطت لكم البطاقه ديالو، راه كيسكن حدا المحطه ديال القطار ديال الترن، حي المناكب. حنا راه بينا لكم كل شيء، راه اللي هيجي الحي المناكب حدا الحمام ديال بن ابراهيم يقول لهم الحسين بادي. بادي حسين بادي اللي مريض من الرجل ديالو، راه يوريوكم الدار. فهمتي؟ باش حتى كلشي يكون واضح وباين يعني بينكم بينو. وحنا كنتمناو يعني يدير رقم التليفون، يدير الهاتف. دابا كاين شي اصدقاء كيطلبوا الرقم ديالك. الرقم ما عنديش. دابا كيشاهدونا شي 250 واحد كيشاهدوك دابا. لا ما عنديش الرقم ديالي. زيد تكلم معاهم على ربي العالمين اخويا الحسين، طيح في قلبهم الرحمه وزيد. والله خويا ما عندي الرقم التليفون ديالك، وكان عندي الرقم. قول لهم اجوا عندي اخوتي، قول لهم اجوا عندي اخوتي، اجوا عندي. قول لهم اجوا عندي. اجي انا راه واحد المرأة توريكم الدار ديالو، ديالنا تديكم حتى الدار. اجوا عندي اخواتك. زيد تكلم، الله يحفظك، شكرا شكرا. عندي اخواتات، انا ما عندي لا رقم لا والو، ما عندي لا رقم لا والو. انتم الاخوان، انتم كتشهدوا. لا تليفون لا يدك لا قلب. الله يحفظك اخويا عمر، الله يحفظك، الله يجازيك بخير المرضي. كنشكروك شكرا بزاف، بارك الله فيك، الله يرحم الوالدين، الله يجازيك بخير اخي. يلا اخي حسين صافي، احنا دابا نخليوك صافي. صافي حنا اللي يعني اخويا نصبغوا النمرة ديالك باش. النمرة ديالي؟ مرحبا مرحبا. سجل سجل سجل. غنجيبوا شي وريقة و الله يرحم الوالدين اخي، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين اخي. ما عنديش البيك، انا نشوف شي بيك ونكتب لك النمرة ديالي.
ها؟ الأمراض هذه نعم. كلفها وقالت لي مرحبا جيبوا نهار الخميس أنا واخا دابا يمكن لك يمكن لك بتجدد معاك عود عود والله الله يعفو علينا وعلي اخي انا والله ما انا والله ما عرفت والله ما عرفت السيد اللي كخدم لا لا براسك الوالد ديالو تشوفوا حاجه كبيره في الراس ماشي مشكل دابا تبو حنايا اذا وقفتوا علينا هنا محمود الله يجازيك بخير السيد المندوب الله يجازيه بخير حتى هو عاوتاني كيوقف واخا خويا واخا يا ربي يمي الحسين اش كتقول قال لك بانه هو قال لك انت ما كنتش كتبغي تمشي الدواء اخويا هما جاوا عندي اه عطاوني الغراء واخا قالوا لي يلا تمشي جاب لي واحد السيده واحد السيد واحد ما عرفنا مزدوب ما عرفنا هذا ما قال لي لا الدواء ما والو لا وكان السيد هذا قال لك وما ولاوت عندي اسمع اسمع وشنو قال قال لي صاحبي ما ولاوت عندي هذا بيدو قالت لي لا واش هذا السيد اللي كان واقف معنا هذا راه اللي واقف معنا اه راه ساكن في البلديه راجل مزيان هذا هذا راه تنزي ولكن احنا نشوفوا قال لك يوقف معنا احنا نشوفوا ياك اه ياك كما قلت احنا نشوفوا نعم حيت هو يعني قال لك انت عجبك حالك بهذا الرجل هذه انت عجبك حالك شكون عجبني حالك وعجبني حالي كون راه مشيت نعس صحيت الله اكبر وعجبني حالي كون راه مشيت نعس صحيت راه نعس ما كنشوفو ما كنجيبو يفرج الله الاخوان يلا تبارك الله عليكم اخوتي وكنحييكم على التفاعل ديالكم الله يجازيكم بخير بلا ما نطولوا عليكم الكلام واضح وباين والحاله ديال السيد راه باينه يلا تبارك الله عليكم الاخوان والسلام. مع السلامه اخوتي مع السلامه السلام عليكم الصندال الكلب صورتيها الله يبارك نعم نعم هاي يلا السلام عليكم الاخوان ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.